في تشابه وفي اختلاف ما بين الابن ووالدته والأم وابنها، في حاجات كتيرة بتجمعهم وهتجمعهم أكتر في حلقة النهاردة. أنا هانا كاظم، أم وزوجة ومدربة ثقافة حياتية. العائلة اللي أمي بنتها، كيف نحن قريبين من بعض، السبورت سيستم اللي عرفنا نبني يوم نحن فوق ويوم نحن تحت، هالدعم اللي حصله من أخواني ومن الوالدة، شيء كل ما كبرت عرفت ثمنه. أهلين. شو الأخبار؟ معاً سوياً مع بعض أنس بكاس ووالدته السيدة هالة كاظم. هالة كاظم الجميلة الجلد أنس الشاب الابن البكري لهالة كاظم. دلوقتي على فكرة إذا كان المشاهد فاكر إن إحنا هنيجي نتكلم على إيبي توكس فهو غلطان، إحنا جايين نتكلم على علاقة مختلفة وفريدة وجميلة وربنا يديمها ما بين ابن والدته وما بين والدة وابنها. أنس، أنت عارف إنه تلات أرباعنا في مصر بنقول اسمك غلط. عادي، خد راحتكم. اللي بيسميك أنس بخش، اللي بيسميك أنس بخاش، يعني كل يعني تلات ارباع الناس بتقول اسمك مش مظبوط. معلش، ليه ما وصلتوا بخشم؟ بس هاللي باقي بس. انما كله مش مظبوط. لا، في اللي مظبوط وفي اللي مش مظبوط. يعني المظبوط بخش، أنس بخش. ما هو بيحطوا مادة وضمة. ما نحتاج نطولها ولا نعرضها. لا، بخش. أنس والسيدة هالة كاظم، انتوا فرق السن بينكم مش كبير اصلا. نعم، 18 سنة فقط. فقط يعني أنا كان عمري 18 و أنت تزوجتي 17 أصلا؟ تزوجت 17 ويبت وأنا 18 والحين أنا 61 وهو 43. ما شاء الله. الأهم من الأرقام والعمر هو التجربة، يعني فكرة أنه يبقى فيه 18 سنة فرق، ده ممكن يبقى شيء كارثي يخلي ال العلاقة فيها ندية وتحدي، وممكن يبقى حاجة لطيفة جدا وفيها صداقة ومرونة. وأظن كلها في بعض، ما في شيء واحد. العلاقة أصلا، علاقة الأم بعيالها كانوا بنات ولا أولاد، علاقة معقدة جدا. علاقة الأمومة علاقة معقدة جدا.